السلام عليكم. أنا بنتي عايشة في غزة لوحدها مع زوجها وطفلين صغار 3 سنوات و4 سنوات. أرجوكم يتمنى إنكم تخلوها تخرج من المعبر، معاها جواز فلسطيني وفيزا لتركيا. بنتي وضعها جدا صعب وخطير، يعني كل يوم بتقول يا ماما والله العظيم ادعي لي، أنا يمكن ما أشوفكيش، أنا يمكن ما أشوفكيش. أولادها في حالة صعبة جدا جدا، مش متعودين على الحرب ولا متعودين على الشهادة بالمرة، هم راحوا هناك الزيارة وظلهم هناك. أرجوكم أرجوكم إنها تطلع، أنا بموت والله بموت كل يوم 1000 مرة عشان بنتي تخرج وترجع عندي. أنا ما لها حدا بغزة، كلنا إحنا إخوتها وأهلها وكلنا عايشين بالسعودية وبتركيا، هي لوحدها هي وزوجها وطفلين صغار 3 سنين و4 سنين، يوسف وإلياس. الله يسعدكم تطلعوهم، هي هيلين فاتت الإدارة، الله يخليكم تخرجوهم من الحرب اللي هم فيهم. إحنا بنموت على أولادنا، بنموت كل يوم 1000 مرة بسبب الحرب. أرجوكم حلوا هالمشكلة واطلعوهم من المعبر. هم إذا طلعت حتطلع على المطار على طول، مش حتقعد في مصر، حأخدها معاها فيزها جاهزة لتركيا.